ايضا النجم كابتن محمد فوزي حارس مرمى النادي الاسماعيلي كان موجود ضمن قائمه الـ40 لاعب المبدئيه لكاس الامم الافريقيه. كابتن محمد صباح الخير، مشرف ومنور. ده حضرتك يا كابتن كريم، والف مبروك على البرنامج رقم 10. الله يبارك فيك. الله يبقى داخل لك كده يا رب، والتوفيق دايما. الله يبارك فيك يا كابتن. بص انا اقول لك حاجه بقى بصراحه، انا بالنسبه لي كانت مفاجاه حلوه جدا لما شفت اسمك في قائمه الـ40. ليه بقى؟ انا كان من السنه اللي فاتت والسنه دي كنا دايما بنتكلم على يا جماعه في راجل جامد جدا اسمه محمد فوزي. انا كنت بقعد مع محللين سواء حراس مرمى او قاعدين يقولوا الراجل ده جامد جدا ومميز جدا. فاحكي لي كده القصه جت ازاي، يعني مين شافك، مين اتكلم معاك، ايه اللي حصل قبل ما نتكلم ان شاء الله على مستقبل منتخبنا في هذه البطوله؟ حبيبي يا كابتن، طبعا بشكر حضرتك على الكلام الجميل ده. العفو. وحضرتك زي ما بتقول يعني هو من الموسم اللي فات الحمد لله مع لما كابتن ايهاب جلال جه، كابتن مصطفى كمال، حصل تغيير في الفريق كله، مش في حراسه المرمى بس، يعني في اللعيبه، في حراسه المرمى، في اداره، كل حاجه في النادي الاسماعيلي اتغيرت الصراحه. صحيح. بقت للاحسن. صحيح. فالناس حتى استغربت ان الفريق بتاع الدور الثاني بتاع كابتن ايهاب جلال هو اللي كان موجود الدور الاول. صحيح. نفس اللعيبه. بس طبعا كابتن ايهاب قدر يغير فينا حاجات كتير، وبالنسبه ليا كابتن مصطفى كمان برضو طبعا قدر يرجعني للمستوى الطبيعي اللي المفروض ابقى عليه على طول يعني. صحيح. طيب لما اعلنت القائمه كنت تعرف قبلها ان انت هتبقى موجود؟ كان يتكلم معاك مثلا الكابتن عصام الحضري يقول لك هتبقى موجود، ولا كانت بالنسبه لك مفاجاه؟ لا بصراحه ما فيش حد اتكلم معايا. غير بعد التوقف اللي هو اخر ماتش ده قبل ماتش سموحه كان في توقف. قبل الاسبوع السابع. كان في توقف قبل الاسبوع السابع. فالدنيا مشيت تمام، ما كنتش اعرف اي حاجه وخلصت تمام. الاداري بتاع المنتخب كان كلم الاداري بتاع النادي عندنا، فهو ده الوحيد اللي عرفني يعني. لكن انا ما كنتش اعرف من حد غير الاداري بس. من الاداري بس. اللي هو طلب الورق بتاعي وكده علشان طبعا السفر وكده والحاجات دي. ما كانش مفاجأة بالنسبة لك؟ أنت طبعا مستواك مميز بصراحة من السنة اللي فاتت حتى هذا الموسم مع تراجع نتائج الإسماعيلي، بس ما كنتش قلقان من تراجع النتائج تخليك ما عندكش فرصة إنك حتى تتحط في قائمة مبدئية؟ هو بصراحة الطبيعي يعني في لو كان حد غير الجهاز الفني اللي موجود ما ممكن ما كنتش حد يفكر فيها صح يعني زي ما حضرتك بتقول يعني. صحيح. اللي هو الفريق ما مش بنكسب وظروف الفريق مش مساعدة. وماشيين بشكل مش كويس. بس يعني ده برضو ما يفنيش اللي انا الحمد لله كنت ماشي كويس مع الفريق يعني، كله كان واخد باله الحمد لله انا كنت بادي اداء كويس. صحيح. وكنت ظاهر في الماتشات المباريات اللي لعبتها. فالحمد لله ده ما كانش مانع ان انا اروح يعني الحمد لله. فبقول لحضرتك لو كان جهاز فني غير الجهاز الفني اللي موجود ده كنت ممكن اقول لحضرتك ممكن ما كنتش اروح. صحيح. مش هيبصوا بقى المستوى وهيبصوا النتائج وبتاع. قول لي بقى على امالك وتوقعاتك لمشاركه منتخبنا ان شاء الله في هذه البطوله. انا كمشجع ان شاء الله مش كلاعب يعني انا اتمنى طبعا ان منتخب مصر ياخد البطوله، وهو طبعا من المرشحين الاقوياء اللي هو ياخد يعني البطوله. ده طبيعي منتخب مصر من افضل المنتخبات المشاركه في اي بطوله بيلعبها. انا ان شاء الله باذن الله يعني نتمنى المنتخب اولا كل اللعيبه ترجع سليمه باذن الله وتعمل اللي عليها، وهم يركزوا بس ان شاء الله ويسيبوا كل حاجه على ربنا، وباذن الله التوفيق معاهم باذن الله وياخدوا البطوله ان شاء الله. اسالك عن زميلك محمد الشناوي، قلقان عليه من انهي مهاجمين؟ مهاجمين منتخب ايه؟ لا بسم الله ما شاء الله كابتن الشناوي دلوقتي بقى يعني في حته دلوقتي ما يتخافش عليه من حاجه باذن الله يعني ان شاء الله هو وقتها، ويعني ما فيش حد هيبقى يتفوق عليه ولا يتفوق على كله باذن الله ان شاء الله. كابتن محمد فوزي حارس النادي الاسماعيلي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.